العالم اسمه اسمه الابدي يا خير يا طالب عليكم. جهة الحدادي طالبة الماستر في معهد الرباط، ماستر الريادة والتسيير في الصحة الجنسية والإنجابية. دونك حنا تجمعنا اليوم كطلبة الماستر باش نضلوا ونوقفوا مع الإخوان ديالنا المعتقلين. البارح كانوا عشرات المعتقلين في الوقفة اللي كانت سلمية، مالوغوزمون تعرضنا لمختلف أنواع القمع من طرف رجال الأمن، واليوم حنا تجمعنا باش يعني نبينوا الموقف ديالنا من هذاك الشيء وقع البارح. وهذه بطبيعه الحال واحد الوقفه اللي هي سلميه درناها كطلبه، لانه مازال ثلاثه ديال الاصدقاء ديالنا اللي هما طلبه ماستر ومعتقلين ما داروا والو لمجرد انهم كيدافعوا على المطالب ديالهم اللي هي مشروعه. دونك وغدا ان شاء الله احنا في الموعد غادي نكونوا معاهم، وغادي نسايروا ان شاء الله في النضال، وغادي يكون ان شاء الله تصعيد بالنقاب ديالنا وان شاء الله يكون خير. بلين فاطمه الزهراء طالبه سلك الماستر بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيه الصحه، اليوم كتشوفوا معنا وقفه رمزيه اللي نادوا ليها الطلبه ديال الماستر باش يوصلوا صوتهم على انهم كيرفضوا رفضا باتا هذا الاعتداء يعني العنيف اللي تعرضت له المسيره ديال تنسيق النقابي البارح. كذلك كان هناك اصابات بالجمله متفاوته الخطوره، كان هناك كسور يعني مجموعه ديال الاصابات صفوف المناضلين والمشاركين في هذه المسيره هذه، يعني كنشجبوا هذا التعنيف ديال المتظاهرين اللي مسألة غير مقبولة. احنا كطلبة ديال الماستر كذلك نشجب الاعتقالات اللي طالت المشاركين في هذه المسيرة هذه، وكذلك أصداء على أنه غيكونوا متابعات قضائية، يعني مسألة غير مقبولة. احنا في دولة اللي كتقول بأنه دولة اجتماعية، يعني قطاع صحي اجتماعي بحال قطاع الصحة، خاصنا نشجعوا المزاولين فيه يعني ونتمنوا المجهودات ديال الموارد البشرية. فإذا بنا البارح كنشوفوا شيء يعني مخالف البتال، اعتداءات يعني مشهد يعني مريع البارح، والفيديوهات اللي يعني دارت في وسائل التواصل عطات فكره على هذا الوضع هذا. يعني حنا كطلبه ديال الماستر وصلنا الصوت ديالنا، كانت وقفه رمزيه ونتمنوا ان اصواتنا والرساله تكون وصلت للمعنيين بالامر. طالب ماستر ديال السنه الثانيه في مسلك جو التدبير وجوده الخدمات الصحيه، اللي في الحقيقه واحد الاسم ديال واحد المسلك اللي لاحظنا انه ما بقاش يعبر على فعلا جوده ديال الخدمات الصحيه في ظل موظف ما 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 تي ما تي المستوى ديالو كما تيقولوا فالوريزاسيون دي ريسورس اومان، اللي ما بقاتش واحد السياسه ديال الفالوريزاسيون ديال الموظف، اللي ولا الموظف يخرج باش يعبر على الراي ديالو بشكل سلمي، اللي هو الدستور المغربي تيحفظ لك هذا الحق انك تحتج انك توصل الصوت ديالك سواء عبر التنسيقيه سواء عبر النقابات، جميع الاشكال الاحتجاجيه الدستور تيحفظ لك وتيعطيك هذه الحريه انك تعبر. فاذا به الامس تنتفاجئوا بواحد الجيش بواحد التدخل اللي هو عنيف وغير مبرر، غير مبرر بتاتا، واللي الاصدقاء ديالنا تعتقلوا فيه بواحد الطريقه، وغدا غادي يتقدموا ممرض اللي تيأدي واحد المهمه نبيله، واللي كان الصفوف الاماميه مع رجال الامن ومع الصحه كامله كانت مهيئه باش تواجه واحد الظاهره العالميه اللي تاثر منها العالم كامل وعطات تضحيات وقدم واحد الخدمه عموميه للمجتمع المغربي. فاذا به تيتجازى بواحد الطريقه ديال ماء زمزم، واحد العنف، واحد الضرب، واحد الاعتقالات، 28 معتقل ما اللي خرج ما غادي يبلوكي المرفق العام، ما غادي يدير الشغاب، ما غادي يهرش شي حاجه، ما غادي ياثر على شي واحد، خرج باش يقول الملف المطلبي لابد ان يكون موضوع النقاش، طلب الحوار، موظف طلب الحوار، ما طلب حتى شي حاجه، طلب يحسن الوضعيه ديالو. الموظف حتى هو مواطن مغربي تيعاني من ارتفاع الاسعار، تيعاني من هذه الحاله الاحتقان، جميع القطاعات فيهم الاحتقان، علاش ما نتحاوروش مع النقابات؟ علاش نديروا، علاش هذه الحكومه غادي تفرض سياسه الامر الواقع؟ واش هكا غادي ننجحوا الورش الملكي بهذه الطريقه؟ بلا حوار نجحوا الورش الملكي؟ حنا مع سيدنا الله ينصرو، حنا بغينا نزيدوا بالمستوى ديال الخدمات القدام، علاش ما يتناقشوش معنا؟ علاش تفرض علينا زياده عامه وانت تتقول لنا ان غادي نناقش معكم الملف القطاعي اللي كنا اللي جلسوا فيه الاخوان مع الوزير، وكانت واحد السياسه تشاركيه وكان واحد الحوار قطاعي
واللي تنصلات منه الحكومه بهذه الطريقه وبغات تفرض سياسه الامر الواقع. حنا تنطالبوا ان الحوار، وهذا في الدستور ان الحوار الاجتماعي خصو تكون المؤسسه ديالو، خصنا نتسمعوا لبعضياتنا وخصنا نتحاوروا بعضياتنا الا بغينا ننجحوا واحد الورش اللي غادي يبدل، اللي غادي يعاود الهيكله ديال القطاع الصحي الوطني بصفه جذريه، وحنا راه ركيزه اساسيه في الاصلاح. غضبان طالبه السنه الاولى سلك تدبير وجوده الخدمات الصحيه بمعهد المهن التمريضيه والتقنيه الصحه بالرباط، فهذه الوقفه تاتي وقفه ارتجاليه تضامنا مع اخواننا اللي تعرضوا للتعنيف امس بساحه باب الحد. كانت يعني مسيره سلميه احتجاجا على التفاف ديال الحكومه على الملف المطلبي اللي تصادق عليه بين وزاره الصحه ووزارات ديال المعنيه بالامر، فاذا بنا نفاجئ بواحد الممارسه عنيفه لرجال الامن. فكما قلت هذه الوقفه تاتي من اجل اعلان التضامن الكلي ولا مشروط مع الاخوان المعتقلين وكذلك الاخوان الجرحى اللي الجروح كاينه متفاوته الخطوره. فكذلك نعلن من خلال هذه الوقفه اننا كطلبه ديال الماستر ننخرط في جميع الخطوات النضاليه التي سطرها البيان التنسيق الثماني من اضرابات وكذلك باقي الخطوات النضاليه التي ستاتي فيما بعد. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.